مساء الخير ومساء الأجواء الجميلة مشاهدينا وين ما كنتوا بتتابعونا عبر قناة الضفرة وبرنامجكم اليومي استوديو الضفرة بفترته المسائية، فقرات منوعة وقصص نجاح وتميز بانتظاركم مشاهدينا، ومباشرة نبدأ وياكم حلقتنا بأبرز العناوين. خالد الجابري أديب بصري يعالج قصصه بسخرية الكاريكاتير. فاطمة المعمري كاتبة إماراتية وجديد كتاباتها من داخل مهرجان الشريق الدولي للكتاب. الصيانة الدورية للسيارات أهميتها وكيفية الحفاظ على عمر سيارتك الافتراضي. عمران المنصوري موهبة صاعدة في عالم الغناء. جمع بين القصة والرواية، كتابة السيناريو أيضا والكاريكاتير، وفي جميعهما كانت نظراته الساخرة حذرة، تفرش للبدايات وترسم النهايات. صدر له رواية الرحالة ومجموعتان قصصيتان وأيضا كتاب البترول. خالد الجابري أديب بصري يعالج قصصه بسخرية الكاريكاتير. مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير فلنتابع. شوفوا، هذا السؤال المفروض دوم ينسأل في بداية حتى حياتك، عما تبحث. أنت عندك يعني اتجاهين بس في الحياة، يعني أنك أنت تمشي مع أحلامك يا تمشي مع أحلام الآخرين. اسمي خالد الجابري، أنا رسام كاريكاتير، وأعرف نفسي دائما كرسام كاريكاتير. أنا درست الهندسة الميكانيكية في جامعة الإمارات، وأشتغل حاليا كمهندس في شركة أدنوك البحرية. الاثنين يسوون توازن في شخصيتي أنا، يعني الفن مجاله والهندسة بجمودتها لها مجالها الثاني، فهذه تجمع المنطق وهذه تجمع الخيال بي. سويت محاولات في الرواية، محاولات في القصة القصيرة، ومحاولات سينمائية، والكاريكاتير هو مو محاولة تحولت إلى يعني احتراف في النهاية. فأنا هذه أسميها محاولات، سوت لي خلطة نهائية سوت خالد الجابري. وشوفوا، هذا السؤال المفروض دوم ينسأل في بداية حتى حياتك، عما تبحث. أنت المفروض يكون حياتك عبارة عن أنك أنت جالس تدور، أنت تبحث عن شو بالضبط. أحيانا يكون السؤال هذا ترى صعب، يعني هل أنا رسام كاريكاتير؟ هل أنا مهندس؟ هل أنا كاتب؟ هالأسئلة أنت تجاوب عليها من خلال تجاربك، من تجاربك السينمائية مثلا تلاحظ أنك صرت قريب أكثر للسينما، فهذه التجارب هي اللي تجيب لك تجاوب لك على هذا السؤال عن ماذا أبحث. التجريب هو يساعدك عن الإجابة عن هالسؤال اللي تكلمنا عنه، ماذا تبحث، بس أنت ما تقدر تجرب طول حياتك. مفروض في مرحلة معينة تكون خلاص جاوبت على هالسؤال وعرفت أنت عن ماذا تبحث. ما ينفع أنك تجرب طول حياتك تجارب مختلفة وفي النهاية ما تطلع بشيء. فأنا أتوقع في بداية حياتك تحتاج أنك تسوي هالتجارب، بعدين تستقر على شيء معين تتخصص فيه. وكتاب البترول أن هذا إصدار أفتخر فيه وايد، يعني هو واحدة من تجاربي اللي أحاول فيه أدمج بين كل شيء أسويه في حياتي، يعني عشان نحاول أختزل كل شيء أسويه، يعني الهندسة زائد الكاريكاتير زائد الكتابة، دمجتها كلها في هالإصدار. فهذا أعتبره من محاولاتي أني أسوي شيء واحد في النهاية. لازم الفنان في النهاية يسوي شيء واحد، يعني يكون رسام مثلا، يكون كاتب، في النهاية لازم تتخصص شيء واحد. يعني أنا من النوع اللي يؤمن بالتخصص. في كتاب البترول أنا استخدمت أسلوب الكوميكس، يعني حاولت في البداية أبحث عن شيء مميز في السوق، شيء ما حد كاتب سواه قبل أو رسام سواه قبل. فلاحظت أنه ما في شيء عن تبسيط العلوم، أنك أنت تبسط العلوم بشكل كرتوني. فعشان شيء حصلت أن هذه فرصة سانحة أن أنا أستغل الهندسة،
أبسط العلوم الهندسية بشكل كرتوني كاريكاتير، وتكتب سيناريو بعد بسيط ومختزل لهذا الكتاب، دخلت كذلك في السيناريو والكتاب. فعشان شيء أنا وايد أفتخر بهالإصدار اللي هو جمع لي كل هذه العناصر مع بعض. كل إنسان في الدنيا عنده شيء داخله يبي يطلعه بأسلوب معين، سواء كان كتاب أو كان رسم. أنا يمكن أن من طبيعة شخصيتي أنا أحب شوي السخرية، أنا أريد أطالع الحياة بشكل ساخر. ففي المرحلة الجامعية اللي هي مرحلة نضوج الشخصية أصلاً، حسيت أن أنا أميل أكثر للكاريكاتير، يعني من خلال طبعاً تصفحك للجرائد المحلية نفس جريدة الاتحاد والخليج والبيان. أنت صرت لاحظت أني وايد أركز على الكاريكاتير، يعني أترك أغلب المقالات وأركز على الكاريكاتير. فأنت كثر ملاحظاتك حسيت أن أنا شخصيتي تميل لهذا الجانب من الفن. بديت مع فن الكاريكاتير، وبديت حتى أني أساهم في جرائد أو دوريات محلية في جامعة الإمارات عشان أختبر هالفن. في نفس الوقت على فكرة كنت أكتب كتابة ساخرة، يعني شاركت حتى في القصص القصيرة في جامعة الإمارات في نفس الفترة، يعني كانت هاي نفس ما قلت لكم مرحلة التجارب. أنا من محاولاتي اكتشفت أن أنا ذاكرتي البصرية أقوى من ذاكرتي اللغوية. حتى لما كنت أكتب القصة القصيرة في واحد من النقاد حتى قال لي نقطة أنا انتبهت له، قال أنت تكتب بأسلوب بصري، يعني حتى في قصصك القصيرة أنت تكتب صور، يعني عشان تعرف قديش رأي النقاد مهم علشان تبني حتى شخصيتك. فانتبهت أن أنا أوريدي إنسان بصري، فركز أكثر شيء على الكاريكاتير، على الأشياء البصرية، حتى ما صرت أكتب أشياء ساخرة كفن ساخرة كنت أكتبها بشكل بصري. أحب وايد الأفكار الاجتماعية اللي هي تعبر عن المجتمع، الأفكار اللي هي تلامس نفس ما يقولوا رجل الشارع العادي. بعدين مع تطور الشخصية أكثر صرت أميل أكثر للأفكار الفلسفية، فصرت حتى أطلع من السنين الأخيرة كاريكاتيرات فيها شوي فلسفة، وأحيانا تمزج المجتمع بالفلسفي. فهذه هي أكثر الأشياء اللي أحبها حاليا، صرت أميل للفلسفة أكثر من الاجتماعي، أحس أن هي دعوة بتطور شخصيتك. أشوف الرسم الاجتماعي في كثير رسامين يفضلون يكون فيه تعليق، لأنه مفروض يكون قريب من قلب القارئ، غير اللي هي الكاركترات اللي فيها شوي فلسفة اللي تكون مفروض بدون تعليق. بس أنا بالنسبة لي أنا أفضل الكاريكاتير يكون بدون تعليق، يعبر بشكل البصر، لأنه قوته أصلاً في يعني شكل البصر نفسه في الرسمة نفسه. فأنا صعوبتي أكثر شيء في الكاريكاتير هي الفكرة، إذا أنا أنجزت الفكرة أنا أعتبر أن 80% من الكاريكاتير أنجز. في وسائلي في اصطياد أفكار الكاريكاتيرية هي الحياة، كل شيء. كل مبدع بشكل عام هو مميز بشيء، يعني هو مختلف عن أقرانه بشيء معين، بس هو أحيانا يمكن حتى ما يعرف شو هالشيء ويكتشفه من التجارب. ولازم يلعب على هذا التميز، كل ما كان مميز أكثر عن أقرانه كل ما ظهر أكثر. فأنا ما أؤمن أن أنا مميز بشيء معين لهالدرجة، أنا أؤمن أن أنا خالد الجابري، وهذه رسومات خالد الجابري تعبر عن أفكار خالد الجابري، فأنا مميز كخالد الجابري. كل أقول لك كل رسام مميز بشيء. مجموعة ابتسامة الموتى أحس هي محاولتي الأولى في الكوميديا السوداء، يعني كنت أحاول أن أسوي نص كوميدي بس بتعرف كوميديا السوداء، فكانت هاي محاولاتي الأولى اللي أنا حتى أفتخر فيها. ما بالنسبة للحياة الثانية كانت محاولاتي الخيالية، بالنسبة أول نص خيال علمي أسوي، أنا تعرف أكرم محبين الخيال العلمي، وكنت ياس أحاول أسوي نص يعني مختزل. طبعاً اللي يعجبني في القصة القصير الاختزال، حاولت أسوي نص مختزل يعني يتناول موضوع الخيال العلمي، يعني عالم وهمي أو عالم نفس ما يقول إلكتروني ناس عايشين فيه
ومقتنعين فيه وتاركين الحقيقة. فهذه هي كانت محاولات بالنسبة للخيال العلمي. هي هربت، هي رواية مختلفة تماماً عن اللي قبل. هي هذه المحاولة أني أكتب رواية ساخرة، يعني حتى حسب ما سمعت من الناشر ذاك الوقت يقول أنت أول واحد يكتب رواية مراتية ساخرة. فهي كانت محاولتي الأولى في كتابة رواية ساخرة من البداية للنهاية، وهي كانت تتناول هروب الخدم وشو ردود فعل الأسرة الإماراتية على هروب خادمتهم. أنا حسيت الاثنين الكتابة والكركتير بعد مسوي لي نوع من التوازن. في أشياء أنا ما أقدر أعبر عليها بالكركتير نفس ما أعبر عليها بالكتابة. يعني مثلا الرواية أنت تقدر تحط كل انفعالاتك ومشاعرك ومشاعر الشخصية اللي تكتب عنها كلها في الرواية، غير اللي تسويها في اختزال الكركتير. فتحس أن كل شيء عنده ميزة غير الثاني. أنا ما زلت متمسك بالأدب لين الحين، وصار حتى متوجه شوي للسينما في جهة السيناريو، وما زلت متمسك حتى في الكاريكاتير في الجهة البصرية، لأن ما زال الكاريكاتير بعد يعبر بأشياء ما يعبر عنها الرواية. فأنا ما زلت متمسك بالاثنين لين الحين، لأنهم ما زالوا يكملون شخصيتي أو يكملون الشيء اللي أنا أقدمه. من ناحية كتابة السيناريو، كتابة السيناريو كثير مختلفة كانت. كتابة السيناريو أنت ياس تتكلم عن الناحية البصرية فقط. في السيناريو أنت ما تقدر تكتب مشاعر اللي قدامك أو مشاعر الممثل، أنت ما تقدر تعبر عنها، أنت لازم تعبر بشكل بصري بنسبة 100%. الحوارات صح بتعبر شيء، بس أنت أهم شيء هو الجانب البصري. ففي السيناريو أنت مفروض تفكر بشكل بصري نفس ما أنت كنت تفكر في الكاريكاتير حتى ترى. فتحس المواضيع مترابطة، تحس أن الفنون مترابطة في النهاية، الفن والأدب تحسهم مترابطين في نقطة ما. وسيناريو الفيلم الكوميدي اللي سويته آخر شيء اللي هو خلك شنب، هي تجربة صراحة كثير افتخر فيها، وتجربة كثير مميزة. يعني هي كانت أعتبرها نقلة، ممكن أسميها نقلة، لأن حسيت أنه ممكن أكون موجود في هذا الجانب من الكتابات الكوميدية. يعني أنا ما زلت في نفس الخط اللي أنا موجود عليه من قبل، الكوميديا. يعني هي الوالد صدق، يعني يمكن التحدي اللي سواه هذا هو اللي صنع كل اللي أنا أشوفه قدامي الحين، اللي هو التحدي. هو عارف أن أنا شخصيتي عنيدة، وهو ما شاء الله عنده، هو إنسان قارئ ما شاء الله، عنده مكتبة كانت واسعة ذاك الوقت، وعنده وايد من مجلات العربي الكويتية على ذيك الأيام، هي كانت من أفضل المجلات الثقافية. فحاطط الأعداد كلها، يقول لي لا تلمس الأعداد، هذه أكبر منك، إن شاء الله لما تكبر بتفهم اللي فيها. طبعا عنيد، أنا شخصيتي عنيدة، هو يعرف أن شخصيتي عنيدة، هو يروح من هني أنا أسحب الأعداد من هني وأقرأها. فأنا في ذيك المرحلة العمرية بدأت أقرأ المرحلة أكبر من عمري، فبالتدريج أنت صرت مخك يتوسع أكثر، القراءة وسعت مخك أكثر. كل هذا من مجرد تحدي. يعني أبوك عارف أن شخصيتك عنيدة، وعارف أنك أنت أكيد حتمسك الكتابة. فأنا أحس قصة يعني وايد أثرت في حياتي، شوف شو من عناد خفيف شو حصل، هو صنع كل هالمسيرة. أتذكر أن في بداية أول ما رسمت كاريكاتير، يعني أنا كان عندي فرصة ممتازة في جامعة الإمارات، أن في حد من أصدقائي والله يجزيه خير والله أتذكره لي الحين، أعطاني فرصة أني أرسم بجريدة الخليج، وهذه كانت نقلة بعد ثانية، يعني النقلة الأولى أعتقد في حياتي. فهذه كانت أول مرة أتعرض لردود فعل الجمهور، أول مرة رسوماتي يعني من أول ما كنت أنا أنقدها لنفسي، الحين صار الجمهور هو اللي ينقد لي إياها. فيات ردود فعل إيجابية وسلبية. أنا صراحة أتذكر ذيك الأيام تأثرت نفسياً وايد، يعني حتى كنت أجلس في الغرفة مكتئب،
يعني ليش الناس كارهين رسوماتي؟ هم مش كارهين رسوماتهم، هم يشوفون الحياة من وجهة نظرهم هم. كل واحد فينا يشوف الحياة من وجهة نظره. ممكن أنا عمل ممتاز، أنا من وجهة نظري أشوفه ممتاز، غيري يشوفه لا، يشوفه عمل عادي جدا. من هذيك اللحظة تعلمت أن لازم تتقبل النقد. حتى أتذكر على الفيلم نفسه خلك شنب، الفيلم الكوميدي، لما كان أصدقائي يقول يا أخي لا تسمع ردود الناس كلها. الردود هذا الإنسان رده سلبي لا تسمعه. أقول له بالعكس خلني أسمع، يمكن من وسط هالرد كله يعطيني شيء مفيد في النهاية. إذا حطيت الحواجز هذه بينك وبين الجمهور ما أعتقد أنك بتتطور نهائيا. فأنا أؤمن بشيء، أن اللي بيسوي شيء بيحصل له وقت. يعني إحنا كلنا نشتكي من ضيق الوقت وكلنا مشغولين، بس أنا أؤمن بهالشيء، اللي بهالشيء بيسويه. أنت لازم ترتب وقت، ترتب حياتك طبعاً وتوازنها، ترتب وقت للكاريكاتير، ترتب وقت لأسرتك، ترتب وقت لعملك، ترتب وقت لنفسك، ما تقدر تظلم نفسك حتى. أنت لو ظليت ترسم كاريكاتير طول الوقت تلاقي ظلمت نفسك بعد. يعني مش لأنك تحب الشيء تخليه يطغى على باقي حياتك. الحياة علشان تكون أنت سعيد فيها لازم يكون فيها توازن. إذا ما في توازن تراك ما بتكون سعيد. الأبناء المستقبل استمروا. أنا لاحظت أن وايد من الناس اللي كانوا وياي في نفس مرحلة العمرية ومشينا مع بعض أغلبهم ما استمروا. كان عندهم أحلام وطموحات كثيرة بس ما استمروا لأنهم وصلوا لمرحلة أنهم يأسوا. الحياة هي اللي قادتهم مش اللي هم قادوا الحياة. أنت عندك يعني اتجاهين بس في الحياة، يعني أنك أنت تمشي مع أحلامك يا تمشي مع أحلام الآخرين. فأنا أتمنى بس أنهم يستمر، يعني لا تحاولوا تفرطوا في أحلامكم. إذا عندكم حلم معين استمروا فيه لين النهاية. وننتقل للقاء خاص مع الكاتبة الإماراتية فاطمة المعمري، راح نتعرف على آخر مشاركاتها في معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته 38. مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. معرض الشارقة للكتاب طبعا هذا المهرجان الثقافي الكبير يحرص دائما كل كاتب انه يكون متواجد باصدار جديد. السنة عندي اصدار جديد بالاضافة الى 3 اصدارات قديمة. اصداري الجديد حب على هيئة بريد، رسائل ادبية، واشارك بالكتب القديمة 3 كتب، صديق في كومة قش، حب من نوع فاخر، والسيف في حياة العرب. حبيت الكتابة من يوم أنا صغيرة، شغوفة بالكتابة، ودائماً كنت أحلم أني أنا أكتب وأني يكون عندي كتب، وهذا الحلم يعني أنا أنام عليه وأصحى عليه، أنام عليه وأصحى عليه، فدائماً أكتب في كل وقت، أكتب وأنا أمشي في الطريق أحياناً، وأنا جالسة في مكان، وأنا أدرس في القاعة في الشغل وأنا مارس شغلي، دائماً أحرص أني أنا أكتب، لكن بعدين نجمع هاي الكتابات ونطلعها في كتاب. المهم أن أنا ما توقفت في أي يوم عن الكتابة. أحياناً في كتاب تقدرين تطلعينه مثلاً في شهور معينة، أحياناً في كتاب يأخذ منك فترة طويلة. كتاب السيف في حياة العرب مثلاً خذ مني 2.5 سنين جريبة 3 سنوات، لأن كل ما كنت أكتب كتاب يحيلك لكتاب ومرجع يحيلك لمرجع وتشعرين أن المادة كبيرة. لكن بالنسبة لكتابة النصوص، النصوص مجرد مشاعر، فالمشاعر هاي يمكن كتابتها أسهل وأسرع. يمكن كتاب النصوص يأخذ 2 3 شهور، ممكن يطول وممكن يقصر، لكن تختلف المدة بين أشهر إلى سنوات. دائماً أنا أتكلم عن العلاقات الإنسانية في كتبي، في صديق في كومة قش وحب من نوع فاخر. حب على هيئة بريد نفس الفكرة، هي مجموعة رسائل إنسانية عبر الزمن للأصدقاء للمقربين، تتكلم عن كيف هاي العلاقات الإنسانية تتأثر فيها بعض الأحزان، بعض كيف تتغلب على أوجاع الحياة، كيف تنتصر لأحلامك. الكاتب دائماً يستقي إلهامه من كل ما يحيط فيه، سواء تجربته الخاصة أو سواء أي شيء ممكن يكون عبارة أو شيء يتأمل فيه أو موقف أثر فيه. اختيار الغلاف فن مصاحب للكلمة،
دائما اول ما يجذب الشخص للغلاف للكاتب للكتاب نفسه عفوا الغلاف والعنوان، بعدين يبدا يتصفح. فمهم ان الغلاف هذا يحوي لمسه فنيه شاعريه تعبر عن العنوان. الغلاف الاخير لان العنوان حب على هيئه بريد، حرصت ان الغلاف يكون كانه بريد وطوابع بريديه، يجمع بين البريد في الزمن القديم والبريد المستعجل اليوم الالكتروني وكذا. تأثير المعارض في الدولة تأثير كبير جدا، لأن المعارض اليوم أول شيء تعمل مثل ما نقول شبكة تواصل بين الكتاب والمؤلفين من الوطن العربي والوطن والإقليم العالمي أيضا مع الشاب الكاتب الشاب الصغير، فهذا الشاب يقدر أنه يتعلم من تجاربهم، يستقي منهم، يستفيد منهم، إضافة إلى أنك تحصل كل الكتب اللي يمكن ما تكون متاحة أن أنت تتزود فيها. الكتب هذه أيضاً تغذي معرفتك، تغذي ثقافتك، تغذي إلهامك، فمؤثرة جداً بشكل إيجابي طبعاً. دولة الإمارات اليوم دولة معتنية بشكل كبير بالمشهد الثقافي والمشهد الفكري أيضاً. تنحو اليوم الدولة تجاه الاقتصاد الإبداعي القائم أيضاً على الفكر وعلى المواهب وعلى رؤوس الأموال الفكرية. الكثير من البرامج الثقافية، التطور أو النهضة في دور النشر، في ريادة الأعمال الثقافية، البرامج يعني مثلاً اليوم في وزارة اللامستحيل إدارة كاملة لاكتشاف المواهب. من كذا سنة طلع عندنا قانون القراءة واستراتيجية القراءة الوطنية، عندنا لجنة القوة الناعمة، كل هذه الأشياء تصب في ثقافة المجتمع، وأنا أتوقع أن الدولة الحمد لله تجني ثمار هذا الشيء في النقل الفكرية اللي حاصلة في الجيل والسكان ومجتمع الإمارات. للكتاب الناشئين أنا أقولهم كل التوفيق لكم، أنتم تحملون على عاتقكم أمانة النهوض بالنهضة الفكرية والثقافية لهذا الوطن، والكتابة شيء ممتع، شيء جميل جداً. نرجو أن أنتم تستمرون تطورون أنفسكم، ونحن ككتاب كاتحاد كتاب وأدباء الإمارات كوزارة الثقافة كأي مكان ممكن يخدمكم كل جهودنا متاحة لكم ونخدمكم بعيوننا. مستمرين وياكم مشاهدينا، ولكن بعد الفاصل تريونا. الصيانة الدورية للسيارات أهميتها وكيفية الحفاظ على عمر سيارتك الافتراضي. عمران المنصوري موهبة صاعدة في عالم الغناء. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد. لما يشتري شخص سيارة جديدة فأكيد يكون حريص جدا على فحص السيارة والتأكد من صلاحية عمل كل جزء من أجزائها، وبعد مدة من الزمن عادة ما يهمل الشخص عمل الصيانة الدورية لسيارته، والتي تعد من أهم الأمور اللي لازم تحافظ على السيارة وتضمن عملها بشكل سليم إذا صارت بشكل دوري، وتتجنب من الأعطال التي يمكن تصيب السيارة. لذا تعتبر معرفة إجراء الصيانة الدورية ومواعيدها من الأمور المهمة الواجب معرفتها. مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير فنتابع. مرحبا وسهلا الساع فيكم مشاهدينا. كلنا نملك سيارات، واحنا نتمنى دائما
أن سياراتنا تعيش معانا لأطول فترة ممكن. وكيف تعيش معانا السيارة لأطول فترة ممكنة؟ لازم دايماً نقوم بصيانة دورية للسيارة. واليوم إحنا تحديداً في جراج AAV وبنتعرف أكثر على الصيانة الدورية مع الأخوات. حياكم ويانا. حياك الله أخونا وائل في شاشة قناة الظفرة. اليوم إحنا نبي نتعرف على الصيانة الدورية للسيارات. ممكن تحدثنا عنها وشو هي عناصر الصيانة الدورية؟ طبعاً عناصر الصيانة الدورية بتقتصر على نبدأ بالزيوت. في أكثر من نوع زيوت بالمركبة. في عنا زيت المحرك، في عنا زيت الناقل، في عنا زيت المكابح، في عنا زيت المقود، وفي عنا زيت الديفرنشل. وهاي بالنسبة للزيوت اللي هي داخل السيارة بتتغير، بتشيك عليها وبنعمل لها صيانة. بالإضافة بصير عنا في الكولنت سيستم اللي هو مية الرادياتر، المياه تبع التبريد المحرك. منشيك على السبارك بلاكس، الشعلات اللي داخل المحرك، شمعات الاحتراق. بعدين منشيك على الفلاتر مثل فلتر الماكينة، فلتر الناقل، فلتر الهواء. بعدين عندنا موضوع من شيك عليه اللي هو موضوع الفلاتر، اللي هو فلتر الماكينة وفلتر ناقل الحركة وفلتر المكيف. هاي بالنسبة للفلاتر اللي بتشيك عليها. بالإضافة على أنه من شيك على الأحزمة تبعت السيارة اللي هو البلت تبع الإنجن. هاي بالنسبة للميجر سيرفيس. نعم. أيضا أخوي وائل، الحين منتشر موضوع القطع الاستهلاكية التجارية يعني للصيانة الدورية. يعني بعض الناس الحين قاموا يستخدموا القطع التجارية عوضا عن الأصلية. فهل يعني تأثر هالموضوع يأثر أم يعني هذا الشيء عادي وممكن يعني أغلب الناس وما في مشاكل أبدا؟ حسب طبعا بالنسبة لهذا الموضوع، فهو في عندك يعني فئة من الناس بتتوجه للقطع التجارية، خلينا نقول، أو المشابهة للقطع الأصلية بسبب الموضوع الأسعار، لأنه بدهم أسعار أقل. نحن طبعاً منفضل أنه القطع تركب قطع أصلية على السيارة، خصوصاً على أنه هاي القطع يعني أساسية بالمركبة. وطبعاً ممكن لا سمح الله إذا ركبت قطعة غلط تشكل خطر على صاحب المركبة وعلى الجمهور اللي موجود. مثال عندنا مثلاً اللي هي المكابح. احنا اليوم لما نشيك على المكابح او اللي باللغه العاميه بيقولوا لها السفايف، يعني عندك السفايف شيء رئيسي. يعني ما بتخيل انه المفروض حد يروح باتجاه التجاري، او الا اذا شركات معروفه مطوره. في شركات مطوره على القطع الاصليه تعمل لك اياها هيفي ديوتي، يعني بقوه تحمل اكبر. فبالتالي نعم، اللي بالنسبه لهي الشركات اللي بتصنع يعني للسيارات قطع تتحمل اكثر، انا بفضل يروح باتجاه المستخدم. ايضا الاخوة، متى نعرف ان السياره لازمها صيانه دوريه؟ او يعني هل هناك مده معينه، ام يعني على حسب الاستخدام، استخدام السياره، ام على حسب الطرق كيف ما هي؟ حدثنا يعني عن هذا الموضوع. طبعا بالنسبه للصيانه الدوريه، فنعم في اوقات معينه اللي هي عدد الكيلومترات اللي بتمشيها السياره. يعني بين كل صيانه وصيانه اخرى بيكون في فتره محدده بنحددها لمستخدم السياره، إنه مثلاً مثال بعد 5000 كيلومتر يجب إنه يجرى يعني صيانة كاملة للمركبة، أو صيانة مبدئية أو إلى آخره. طبعاً كل 20000 كيلومتر
في صيانة تختلف عن الصيانة الدورية الطبيعية اللي هي تقتصر على الزيوت والفلاتر. في عندك صيانة 50,000، يعني لأنه في بالنهاية في لكل قطعة عمر افتراضي، عمر افتراضي لكل قطعة، فيعني محدد هذا العمر. فيعني بضمن هاي الفترة الزمنية احنا بنخبر المستخدم السيارة او صاحب السيارة انه يجب تغيير هاي القطعة لانه مر عليها هاي المدة او مشيت قطعت مسافة معينة، فيجب انه تتغير هاي القطعة. نعم صحيح كلام. وايضا موضوع يعني في حال اهمال الصيانة الدورية، احنا يعني دائما نشوف ناس يهملون الصيانة الدورية ويعتمدوا فقط على مثلا تغيير زيت المحرك فقط. في حال إهمال الصيانة الدورية شو المخاطر اللي قد تحدث يعني للمركبة أو للفرد أو طبعا لا قدر الله بهاي الحالة، بحالة الإهمال ممكن تأثر على أنه تتعطل المركبة عن السير في وسط الشارع، ممكن تتعطل المركبة مثلا ما يشتغل فيها نظام مكابح، يشكل خطر، نرجعنا لنفس الموضوع انه يشكل خطر على نفسه وعلى الجمهور. طبعا بالتالي يعني خلينا نقول اذا هو ما سوى الصيانه الدوريه فراح تعرضه او تفتح له باب مشاكل اخرى بالسياره وتكلفه مصاريف اعلى بسبب خرابات كان هو بغنى عنها، تكلفتها بسيطه كانت مجرد محتاجه رعايه لا اكثر. وعلى راي المثل قبل ما يفوتك الفوت ما ينفع الصوت. نعم. شكرا لك الأخ وائل على هذا المعلومات يعني المفيدة، يعني معلومات جدا مفيدة، شكرا لك ويعطيك ألف عافية، حياك الله. شكرا لك. مشاهدينا نختتم معاكم فقرة اليوم، مثل ما سمعتوا هذه المعلومات، ولا تنسون الصيانة الدورية للمركبة. كان معاكم أخوكم ياسين، حياكم الله. ومن الصيانة الدورية للسيارات إلى عالم التواصل الاجتماعي وآخر ترندات السوشيال ميديا وأهم وأبرز ما علق عليه المغردون في سياق هذا التقرير فلنتابع. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر تويتر: بدأ العد التنازلي لإكسبو، أكبر حدث تستضيفه الإمارات، الأيادي متحدة، القلوب متوحدة، فريق العمل الإماراتي يعمل بروح واحدة، سنسطر قصة جديدة للإمارات، سنستضيف العالم وسندهش الشعوب. وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عبر تويتر: مع أخي محمد بن راشد، الإمارات ترحب بالعالم في إكسبو دبي 2020، محطة جديدة مرتقبة في مسيرة نهضتنا الحضارية. لا يزال الحديث متصلاً حول ردود فعل مدرب فريق مانشستر سيتي بيب غوارديولا بعد مباراة فريقه أمس أمام ليفربول في إطار منافسة الجولة 12 من البريمير ليج، والتي انتهت بثلاثية في شباك السيتي مقابل هدف واحد. المباراة التي شهدت غضباً عارم من غوارديولا بسبب الأخطاء التحكيمية من وجهة نظره. المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي يمازح مراسلة قناة ESPN قبل بدايات تدريبات الريدز استعداداً لمباراة مانشستر سيتي. الفيديو الذي انتشر بين الناس وحظي بردود فعل إيجابية تجاه النجم المصري. شهدت مباراة برشلونة أمام سيلتا فيغو السبت الماضي تألقاً غير عادي لنجمه الأول ليونيل ميسي، حيث أحرز 3 أهداف من مجموع الأهداف 4 التي أحرزها البارسا في المباراة، والتي انتهت 4 أهداف مقابل هدف واحد في إطار منافسات الجولة 13 من الليغا، ما أثار إعجاب جميع مشجعي النادي الكتالوني على وسائل التواصل الاجتماعي. تعود سلسلة أفلام تشارلز إنجلز للسينما من جديد بعد فترة توقف، حيث عاد الملائكة في زيهم الجديد ببطولة جديدة تتكون من الثلاثي كريستين ستيوارت، ناومي سكوتس، وإليزابيث بانكس، وكعادة أفلام تشارلز إنجلز، حيث تعمل الملائكة على الدوام من أجل تحقيق الأمن والمهارات في مجال التحقيق لصالح عملائهم الأخصاء. والآن توسع نشاط وكالة تاونسند على مستوى العالم ليشمل مجموعة من السيدات المدربات على أعلى مستوى من جميع أرجاء العالم، والتي يعملن على أصعب المهام. وحين يعلن مهندس أنظمة حاسوبية عن تقنية بالغة الخطورة على ملائكة تشارلي التصدي له.
Baby, don't make. I think women can do anything. Just because they can doesn't mean they should. Many talents. Elijah, I'm just a decoy, star. That's just the way you make me feel. Outstanding angels. You have a new client? Who is she? I can't sleep at night. I'm the lead programmer on a product that can revolutionize the power industry, but there is a possibility it can be weaponized. Elena, we need to go. No! You're not a waitress? No, I'm Jane. Oh. I'm Bosley. Welcome to the Townsend Agency. We exist because traditional law can't keep up. I don't like that, boy. You guys are like lady spies. Oh, God. What did you do to Sven? I compressed his carotid and deoxygenated his brainstem. Well, that sounds painful. Don't worry. He's gonna wake up. Unless he doesn't. Sabina? See, I know stuff. Let's get the weapon before it becomes every bad guy's favorite new toy. Take her to the closet, gear her up. We're gonna need some wigs, toys. Feisty. Clothes. Ah, we're still in the first closet. There's another closet. Oh my God. Oh, Vince. Let's just stop the touching. Some of these blows up. I love phosphorus. Yeah, it's my favorite chemical. How'd that feel? Because it looked like it felt really good. That felt nice. Here we go! Good morning, angels. Good morning, Charlie. مستمرين وياكم مشاهدين ولكن بعد الفاصل. عمران المنصوري موهبة صاعدة في عالم الغناء. مرحبا بكم مشاهدينا من جديد، ورجعنا لكم مع الفقرة الطربية، ومعانا اليوم شاب يمني في 17 من العمر حلمه الغناء وهو ذو صوت عذب. معانا اليوم عمران المنصوري. أهلا وسهلا فيك عمران. أهلا فيك. إيش حالك؟ عساك بخير. الحمد لله بخير. عمران، تقريبا من متى أنت بديت تغني؟ تقريبا من 3 سنوات 4 سنوات بديت في المدرسة، طبعا للإذاعات المدرسية. عقب يعني بين ربعي بين أهلي. بس وانت قبل 3 سنوات ما كنت تدندن وتغني ويا اهلك وشي؟ لا لا، فجأة يعني اكتشفت ان عندك هالموهبة. ما شاء الله عليك. منو مطربينك اللي تحب تسمع تسمع لهم وتغني لهم؟ محمد شيحي، حسين الجسمي، مبدعين هذيلا. شو رايك تسمعنا اغنية؟ اوكي عادي، تفضل. تذكر ذيك الأيام على حسي أنا تنام، أيام الحب والغرام راحت، وين يا قلبي باته كله، بس لأني صرت عادي متهني، مو بدي إنسان انت خيبت ظني، اشوف اش فيني يا روحي، زادت فيني جروحي، ابد خلني بروحي لتجيني، ما بيك الغير يروح متهني، اشوف اش فيني يا روحي، زادت فيني جروحي، ابعد خلني بروحي لتجيني، ما بيك الغير يروح متهني. ما شاء الله عليك، يعطيك العافية. الله يعافيك. عمران، انت تبى تحترف في الغناء ولا انت
معتبر هالشيء مجرد موهبة؟ لا طبعاً أبغى أحترف، وأي حد يعني عنده موهبة يتمنى أنه يحترف في الغناء ويتطور أكثر. جميل. عندك تدريبات تسويها معينة؟ في شيء تفكر فيه؟ أفكر، عندي أغنية ناوي أنزلها إن شاء الله، بس إن شاء الله من تخلص بنزلها في الوقت المناسب. ما شاء الله عليك عمران، هل أنت تفكر أن أنت تحترف في الغناء ولا أن تعتبر هذا الشيء مجرد موهبة؟ لا طبعا أفكر أن أحترف في الغناء، لأن أي حد نفسي يعني في هالعمر بالذات يفكر أنه يطمح لشيء أكبر المستقبل يعني. جميل. وطبعا أهلي حفزوني لهالشيء، وربعي والمدرسة، وأتمنى أن أوصل للي هم يبون، وبالذات يعني أنا أطمح له. في أغاني خاصة فيك؟ خبرتني قبل الحلقة في أغنية خاصة فيك أنت بديت فيها، خبرنا عن هالموضوع أكثر. الأغنية طبعا بسجلها في استوديو ريتاد. حلو. وناوي أنزلها إن شاء الله بداية 2020. يعني الحين جالس أشتغل عليها وبنزلها في الوقت المناسب. تعاونت ويا ملحنين وشعراء ولا كان ملحن عمرو العزبي من استوديو ريتاد؟ نعم، من أفضل الملحنين. نقدر نسمع لو مقطع صغير من هالأغنية؟ حاضر. ما كنت أصدق حبيبي الحب من نظره، ومن يوم شفتك بديت أغير أفكاري. ما كنت أصدق حبيبي الحب من نظره، من يوم شفتك بديت أغير أفكاري. ليت المشاعر حبيبي تنتظر نظره عشان تصحى وحانت لحظة بحاري. ما شاء الله عليك، جميلة الألحان والكلمات وصوتك أجمل. منو شجعك على الأغاني؟ ربعي. بس ربعك؟ وأهلي. بس ربعي يعني لهم كمية أكبر. طيب نبغى نسمع أغنية من أغاني حسين الجسمي إذا حافظ. هاو. تفضل. أنا كل ما نويت أنسى لك الذكرى ترجعني ترى للحين، أنا أحبك وأشوفك بين حين وحين، فراقك آه يا فراقك كسر قلبي وعذبني، وأنا نذرا علي أبقى أحبك لين يوم الدين. ما شاء الله عليك عمران، أنت شو وضعك ويا الدراسة؟ مجتهد ولا نص نص ولا كيف؟ طبعا مجتهد، بالذات الحين آخر سنة عندي، أنا حاب أن أخلصها إن شاء الله في نسبة حلوة. بأي صف أنت الحين؟ آخر سنة. ثاني عشر. آخر سنة. لازم تركز في الدراسة وايد. أركز طبعا. إنزين، شو مستواك الدراسي؟ جميل. ممتاز. حلو، ممتاز. إن شاء الله توصل على المراتب. شو حاب توصل؟ وين شو حاب؟ وين يعني عمران شو التخصص اللي حاب يدخله؟ والله أبغى أدخل يعني علم نفس، حاب هالتخصص أنا. علم نفس. ما شاء الله. ليش العلم هذا بالضبط؟ أحس إن يعني شيء يجذب الشخص له. يعني طبعا الواحد يوم يبي يتخصص في شيء يدخل في شيء هو حابه عشان يتعمق فيه أكثر ويتفوق في هالمجال. ليش حبيت علم النفس؟ هل في أنت كتاب قريته وأثر فيك، أو في حد تأثرت فيه؟ أحداث، من الأحداث، أشوف الأحداث يعني مسلسلات، أفلام، أشوف الناس اللي ياخذ يدرسون هالشيء أو يستخدمونه في حياتهم أو في عملهم أو شيء. حبيت هالمجال، وحب إن أتعمق فيه أكثر وأدرسه، وبيكون شيء مناسب، ومنها بركز بالفن طبعًا وفي الدراسة، والدراسة أهم. ما تحس إن الشخص اللي بيدرس ويكمل دراسة ونفس الوقت عنده خلنا نقول فن آخر، أغاني وغيره، ما تحس إن هالشيئين إذا أنت ركزت عليهم بيكون صعب عليك شوي؟ لا طبعًا، أنا أحط لي وقت للدراسة ووقت للفن، وأركز في دراستي أهم شيء، وقت الفراغ كل الفن. يعني
وخلال هالشيء استمتع في الشيء اللي انا احبه من ناحيه الدراسه والشيء الثاني من ناحيه الموهبه. جميل. عمران ما تشارك في المناسبات، خلنا نقول اللي تصير في المدرسه، مناسبات وطنيه؟ شاركت في حفل تخرج مدرستنا السنه اللي طافت وسجلت لهم اغنيه يعني. جميل. وذاعت شو كانت الاغنيه هاي اللي سجلتها؟ على طار الفرح. نقدر نسمع من عادي. على طار الفرح نحكي حكاية حفلنا الليلة، حكاية عن طموح كبير برؤيتنا تفاصيله. على طار الفرح نحكي حكاية حفلنا الليلة، حكاية عن طموح كبير في رؤيتنا تفاصيله. قصص وايام عشناها. جميل ما شاء الله عليك، حافظ بس هالمقطع. يعطيك العافية. ليش متأثر في الفنان محمد الشحي؟ لأن يعني أغاني حلوة ويعني أحس أن الستايل بعد قريب من الستايل محمد الشحي. متأثر فيه. شو الأغاني الثانية بعد اللي تحب تغنيها من المطربين أنت متأثر فيهم أو تحب تسمع أغانيهم؟ في بعد حق روس أسمع له. أي أغنية؟ خليفة حق روس نسمعها. قبل ما تجرح وتظلم وتبلى، سأل اللي عمره ما خيب ظنونك، هم حكوا لك انه يلعب ويتسلى، وانت ما تكذب خبر صدقت خونك. لما شفتك عادي تغفى وانت ظالم، قلت اروح بعيد عنك وابقى سالم. ما قدرت اصبر وجيتك بالغنايم، شوقي وقلبي وجرحي بقدونك. يسلم هالصوت عمران، يعطيك العافية. عمران ما فكرت انك انت تنضم لبرنامج يختص بالمواهب بحسب ان انت تتطور اكثر؟ لا والله انا ما فكرت في هالشيء، قلت يعني في يبال يعني لازم وقت مناسب لان هالبرامج بتشغلني عن الدراسه. ويعني فكرت ان اسوي شيء انا لنفسي يعني ما انضم لبرنامج او شيء، وان شاء الله اني اقدر اوصل للي انا ابغاه. طبعا كل واحد يطمح لشيء ولازم يتعب لهالشيء. اكيد. بس انت شو رايك في هالبرامج اللي تشجع المواهب، اللي تخلي الشخص اللي يشترك فيه مثلا تبرزه اكثر؟ هالبرامج حلوه لان فيها اشخاص يعني اصواتهم حلوه بس يعني ما طلعوا. يعني هالبرامج تطلع الشخص. صحيح. تبرز يعني واحد صوته حلو تبرزه تروي للناس وشيء اوكي يعني. طيب عمران شو رايك نختم الحلقه باغنيه جميله تختارها على ذوقك؟ طبعاً طبعاً. تفضل. نسيت بسرعة حنيتي وشفوفي شالتك، لما الدنيا خانتك نسيت شلون تشكيلي وامسح بيدي دمعتك، لما كلها عافتك هي جيت توصف النفسية، حط آخر أمل بيا شلتك كان في ديا، هالموقف لا أنسى. يعطيك العافية، يسلم هالصوت، وإن شاء الله عمران نشوفك في أعلى المراتب وتكون أكبر مطرب بإذن الله. إن شاء الله. شكرا لك. مشاهدينا وصلنا لنهاية الحلقة، فنتمنى أنها تكونوا استمتعتوا ويانا، ونلتقي بكم إن شاء الله في حلقتنا باكر. هذه تحية مني ومن فريق العمل، وتصبحون على ألف خير.